هنيجي بالتأكيد للرأي التحكيمي، لكن مستر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تحدث اليوم في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة العودة. كولر يرى مباراة العودة ازاي؟ ومعاه الكابتن محمد الشناوي نشوفه. احنا سعداء جدا بماتش العودة، سعداء بالاجواء، سعداء ان احنا بكرة ان شاء الله الاستاد هيبقى مليان، وان احنا عندنا دعم كبير من جماهيرنا بكرة ان شاء الله. الماتش الاولاني كان الشوط الاول احنا قدمنا فيه مباراه كبيره جدا، اضعنا فرص كتير جدا، للاسف ما احرزناش عدد كافي من الاهداف في الشوط الاولاني، كان ممكن تخلي الماتش شكله مختلف تماما. الشوط الثاني قدر سيمبا ان هو يرجع، احنا كمان تراجعنا جدا، ما بقاش عندنا ثقه في ان احنا نلعب لقدام او ان احنا مش عايزين نلعب لقدام كتير، وده ما كانش كويس، لكن سمحنا لسيمبا ان هو يرجع للمباراه وجاب جونين. حظنا كان كويس ان احنا جبنا جون سريعا قدرنا نتعادل بيه، وقضعنا بعض الفرص في الشوط الثاني، لكن في المجمل النتيجه طبعا بالنسبه لنا تعتبر في مصلحتنا نتيجه ايجابيه الى حد ما، لكن احنا هدفنا دايما الفوز، هدفنا الاساسي طبعا بكره هو ان شاء الله التاهل، احنا جاهزين لمباراه بكره باذن الله، وان شاء الله نقدم مباراه كويسه وان احنا نتاهل، وده هدفنا الاساسي دلوقتي. كنت في زايت هات مي نيشت، احنا طبعا ما كانش الوقت كافي بالقدر المأمول، يعني احنا بنتكلم في 4 ايام بس بين الماتشين، منهم يومين بيبقوا لازم استشفاء، لان اللعيبه اللي شاركت في المباراه الاولى محتاجه وقت عشان تقدر ترجع بدنيا تاني تقدر تشارك. فاحنا تقريبا النهارده اول تمرين هيبقى فيها الفريق كله بيتمرن مع بعض، فهنحاول النهارده ان شاء الله نتكلم في التفاصيل الحاجات اللي احنا عايزين نشوفها وبنامل ان احنا نشوفها ان شاء الله في ماتش بكره. بالنسبة لمودست فهو قدر يشارك امبارح لأول مرة في التمرين مرة تانية، وهنشوف النهاردة حالته عاملة ازاي، هل هو ده كافي ان هو يقدر يبقى موجود ولا لا. منع مشارك في التمرين امبارح بشكل عادي جدا. هو احنا لازم نعترف ان احنا عندنا في النادي الاهلي قائمة لعيبة كبيرة، احنا بنتكلم في حوالي 32 لاعب بالحراس، عندنا ماتشات كبيرة كتير جدا السنة دي، احنا هنعدي غالبا 60 مباراة، عندنا اللعيبة الدولية كمان بتلعب ماتشات فوق ده كمان، فأنا مؤمن جدا بسياسة التدوير. التدوير معناه بالنسبة لي إن أنا عندي 32 لعيب، 32 لعيب عندي زي بعض، أنا ما عنديش أصلا فكرة التشكيل الأساسي، المفهوم ده مش عندي، اللعيبة كلها عندي زي بعض. الدوري السوبر الأفريقي فيه أحسن 8 فرق في أفريقيا، فالفرق كلها قوية، الفرق كلها مستوياتها متقاربة. يمكن احنا حظنا كان في فريق صعب شويه، لان تاريخ الاهلي في تنزانيا مش احسن حاجه، وتعتبر نتيجه 2-2 دي من افضل النتائج الاهلي حققها اصلا في تنزانيا، حتى لو احنا مش راضيين قوي عن النتيجه، لكن احنا عارفين ان احنا بكره لازم نقدم مباراه مختلفه تماما. اكيد طبعا هيبقى نفس الكلام الكوتش قاله، طبعا احنا المباراه الاولانيه طبعا احنا رجعنا بنتيجه بالنسبه لنا ايجابيه، وهو بالنسبه لنا شوط اولاني، احنا عندنا الشوط الثاني دلوقتي هنا في مصر في وسط جمهورنا في وسط ملعبنا. احنا عارفين المباراة صعبة، بس احنا في الاول وفي الاخر احنا مستعدين بشكل كويس جدا للمباراة، وان شاء الله يعني نتأهل بكرة ان شاء الله. كباتن الفرقة اللي موجودة يعني مش انا لوحدي اللي ببقى موجود بتكلم مع الفرقة، احنا ماشيين بقالنا سنة سيستم معين مع الكوتش، يعني احنا كلنا بنتكلم مع بعض، حتى الجهاز الفني بيبقى موجود معانا وبيتكلم معانا، احنا بنشتغل بس وبنفكر بس في الماتش اللي جاي عندنا، ما بنفكرش في الماتش اللي بعديه. ده الفترة اللي فاتت احنا بنتكلم فيها يعني على طول. اللعيبه اللي موجوده عارفه اهميه البطوله، وعارفه ان دي اول مره تتلعب في افريقيا، وعارفه اهميه البطوله، وعارفه اهميه المباراه، وعارفه ان احنا بنلعب في وسط جمهورنا، وعارفين الكلام ده كويس. احنا الفتره اللي فاتت ما بنتكلمش كتير، عشان خلاص احنا بقالنا سنه مع بعض مع الكوتش، وعارفين السيستم ماشي ازاي، وكل واحد عارف شغله، كل واحد عارف هو بيعمل ايه، وبرده يعني اللعيبه عارفه اهميه المباراه. يعني شوف احسن حاجه الحاح مارسيل كولر على انه بيؤكد دايما انا ما عنديش حد اساسي وحد احتياطي، انا كل لعيبه عندي كويسه، والعبره بالاداء في التدريب والقدره على الوفاء بالخططي والمجهود البدني. كمان بيدي رساله الكل عنده فرصه، وان في البدايه اللعيبه كانش مستوعبه ثقافه التدوير، لكن الامور بتتحسن دلوقتي، كله فهم يعني ان التدوير ده حاجه مهمه جدا علشان نقدر نجتاز كل التحديات اللي جايه. ومن هنا انا يعني عايز كل لعيبتنا تبقى فاهمه هذا الكلام، اللي النهارده متصور انه دوره مش موجود ده بكره هيبقى دوره موجود جدا جدا جدا. لان محدش هيكمل للاخر لوحده. كولر وصل الى حد من
الواقعية والصراحة انه الرسائل دي مش للعيبته بس، ده للإعلام ولينا احنا كمتابعين وكجماهير. فبإذن الله الجماهير تفهم الكلام ده وتستوعبه، ما نقعدش نتكلم ليه ده لعب وده اللي ما لعبش وهنعمل ايه والكلام ده. لأن خلاص الخطة باينة، عندي موسم فظيع، لازم عملية التدوير، وكل اللعيبة فعلا على كفاءتنا تمثل النادي الأهلي في بدلاء. أهم حاجة جمهورنا أستاذ إبراهيم، تاني وتالت ورابع، عندك فرصة رائعة لدعم أشقائنا سواء بالدم أصلاً النادي أو بالمال، علم فلسطين لكل مشجع على البوابة، بالدم أو المال أو الدعم الأدبي، وأيضا وفي ذات الوقت دعم فريقك، الدعم المعنوي والمؤازرة الجماهيرية هي اللي هتفرق معاه جدا. ما يصحش إنه يبقى مدرجاتنا ما فيهاش هذا الزخم اللي شفناه من سيمبا هناك. مهما كنت انت الان أم مطمن، ما انت ممكن تقول انا مطمن اروح اعمل ايه، لا، هناك رسائل كثيره من ذهابك غدا الى المباراه.